تمت وزارة العدل مشكورة بأنها ترد على امبارح الكلام اللي كان المصريين كلهم بيتكلموا فيه عن موضوع الشهر العقاري. وبصراحة أما تقرأ كلام وزارة العدل تصعب عليك. يعني أيضا تصعب عليك. معانا النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ عمرو، تحياتي ليك ولمشاهدينا الأفاضل. إحنا يعني سعداء بالنهضة أو الحالة اللي موجودة في مجلس النواب دي، بس نفسنا بقى أن يكون هناك ضبط للحكومة وإصدار القوانين اللي مطلوبة عشان حياة الناس تبقى أفضل يعني. والله عايز أقول لك حاجة، بس يعني السعادة دي ليست سعادة مفاجئة. أنا أدي لك مثال، إحنا النهاردة الصبح في لجنة الشؤون الاقتصادية كان في عدد من الباحثين أحد المراكز البحثية يعني فوجئوا وساعدوا بمستوى المناقشات داخل لجنة الشؤون الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون الإيداع الأوراق المالية وتداولها. وعايز أقول لك إن يمكن خلينا بس أأكد على حاجة مهمة جدا، إن ما أسعد حضرتك النهارده وأنت بتشوف الجلسة العامة ده موجود من خلال طلبات الإحاطة، آلاف من الطلبات الإحاطة. لا يا فندم، احنا ما بنشوفش، احنا بنقرا سياده النائب. لا بالظبط كده، بالظبط احنا بنسمع. وطبعا انا ممكن اجيب لك 10 مواقع كاتبه الجلسه العامه دي، كل موقع كاتبه بطريقه، فيعني احنا بنسمع. لا انا عايز اقول لك حاجه، ما دي مشكله ان هو النقل بيبقى يعني بوفقا لوجهه نظر من ينكر، يعني انما احنا عايز اقول لك مش هنعمل اكتر من احنا عندنا مركز صحفي بتبث جلسات المجلس فيه على الهواء لكل الصحفيين والمحررين البرلمانيين. المفترض ان هم بينقلوا وقائع يعني تبعد عن وجهه النظر. طب هو المواطن ده ليه ما يشوفش صوته وصوره؟ يعني انتوا ليه ضنين علينا بالنعمه دي؟ لا والله عايز اقول لك ان فعلا الموضوع محل بحث، واشار الاستاذ الدكتور رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال ان ربما يكون خلال فتره قليله جدا. خلال ايه يا فندم؟ انتوا ماشيين اخر السنه. لا لسه قدامنا سنه تقريبا. يعني خلاص، يعني اقصد على نوفمبر او يناير، يعني في اقوال قالت نوفمبر وفي اقوال قالت يناير. لا خليني اقول لك ان كانت الموائمة وطبيعه الفتره اللي مر بها المجلس وحداثه عدد من نواب المجلس ده كان كله بيخلينا ان احنا فعلا يعني بعد تجربه بس جلسات المجلس على الهواء ان تراجع اللجنه العامه القرار وتوقف بس الجلسات على الهواء لتوفير مزيد من التركيز والتدقيق فيما يعني يتم النقاش فيه مشروع قوانين. انما انا بس عايز بس ارجع تاني واقول لك يا استاذ عمرو على فكره ان المجلس بيأدي دوره على اكمل وجه. عايز اقول لك ان المطبخ الحقيقي للمجلس هم 25 لجنه نوعيه مختصه. بدعوك في اي وقت على فكره يا ريت كاميرا برنامجك تيجي وتتجول داخل هذه اللجان، بقول لك هتلاقي حاجه فعلا يعني مجلس نواب ونواب على اعلى مستوى من المناقشة الدقيقة لكل مشروع قانون داخل لجان نوعية، طلبات إحاطة بيتم يعني توجيهها لعدد من المسؤولين والوزراء ورؤساء المؤسسات. يعني أنا أتمنى أن أنت يعني تستجيب هذه الدعوة. أنا فاهم يا فندم، ولكن ليه يجب دايما بنشعر أن المجلس يعني مش قادر على الوزارة؟ يعني دايما هناك شكوى وطلبنا من الوزير ومرضيش، وقلنا الوزير يجي ومجاش، وقلنا يعني دايما نشعر لا نشعر بسطوة المجلس انها اعلى من الوزارة. طيب انا عايز بس اقول لك بداية المجلس احنا لما بدأنا في يناير 2016 بعد حلف اليمين يوم 10 يناير على وجه التحديد كنا امام يعني ممارسة الرقابة بشكل من الاشكال، اما شكل الفرض سطوة المجلس على الحكومة وتوجيهها وسحب الثقة من بعض وزرائها في حالة تقصيرهم وخلافه، او فترة ممارسة أو شكل من أشكال ممارسة الرقابة الرشيدة والموضوعية تقديرا لدولة وحكومة كانت بموازنة ضعيفة جدا، تقديرا بدولة بتنتقل بعد ثورتين إلى نظام مؤسسي ونظام مستقر، تقديرا لدولة بيقودها رئيس على فكرة بيدفع كل مؤسسات الدولة اللي عمل من أجل الدولة. فكنا بنراقب أداء الحكومة في إطار الرقابة الرشيدة، مش الرقابة اللي هي بتتميز بسلوك المقصلة. يعني انت لو كل يوم غيرت لك وزير مش هتلاقي وزراء يشتغلوا، لو كل يوم قعدت تطرح الثقه في الحكومه هتبقى حكومه مهتزه في ظروف مهتزه وظروف غير مستقره.
عشان كده المجلس كان بيميل الى ممارسه الرقابه الرشيده القائمه على فكره تصويب الخطا مش الاشاره فقط الى الخطا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا مع مرور الوقت اعتقد ان المجلس بيتطور دوره وادائه الرقابي بشكل ملحوظ جدا. انت النهارده احنا عندنا عدد من الاستجوابات تم ادراجها في جدول اعمال جلسات المجلس العامه. هيبقى في استجواب في المجلس؟ بالتأكيد بإذن الله في أقرب وقت هتلاقي عدد من الوزراء بيتم استجوابهم داخل المجلس. استجوابات أيوه. ده الأول مرة. يعني يمكن فعلا كانت الظروف بتسير في اتجاه استخدام أدوات رقابية أقل حدة من الاستجواب زي طلبات الإحاطة والبيان العاجل والسؤال والاقتراح برغبة. إنما حان الآن يعني موعد يعني تفعيل الاستجوابات ضد أي مقصر. وعايز أقول لك حاجة، يمكن هذا الأداء القوي رئيس المجلس اللي بدأ بقى يحط النقط والحروف والأمور في نصابها الصحيح وتحميل الحكومة مسؤوليتها بعد استقرار الظرف السياسي اللي احنا عايشينه دلوقتي. الحمد لله دولة اكتملت مؤسساتها، دولة مستقرة، دولة مواردها بتزيد، دولة سياحة بتعود، دولة الأمن بيستقر. هنا بقى يعني بتبقى عندك يعني ليك عين في ممارسة أريحية في ممارسة الرقابة. يعني انت كنت تيجي أحيانا يا أسلام اجي اطالب وزاره الصحه انت ليه مقصره في تطوير المستشفيات، وتبص الاقي موازنه مثلا عندها 40 مليار جنيه او 50 مليار جنيه بالكاد يذهب منهم اجور نصهم والباقي مش عارف يعني في ادوات داخل المستشفيات. فلما تيجي تطلب منها التطوير وهي ما عندهاش الموازنه هتراقبها ازاي؟ هتحاسبها ازاي؟ واخد بال سيادتك؟ فالمساله هنا الرقابه مش مقصره. اكيد يا فندم، الناس منتظره منكم الكثير، والفترة اللي جاية دي عايزين نشوف يعني محاسبة أكتر للحكومة ومراجعة أكتر للحكومة. شكرا لك سيادة النائب.